خليني اروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والمبادرات الرئاسيه المستمره للاهتمام بصحه المصريين. مبادرات غايه في الاهميه، فرقت مع ناس كتير جدا جدا جدا، لانه مساله انه التطعيم يجي لي لابني لحد البيت، والتطعيم اروح الاقيه دايما موجود ودايما فريش في وزاره الصحه. الاهتمام بصحة الأطفال والاهتمام بصحة المرأة الحامل وكل الاهتمام بأهالينا اللي عنده سكر واللي عنده ضغط، مسألة أنه أشوف حتى المبادرات اللي حصلت للقضاء على فيروس سي، بقينا بنشوف مصر خالية من فيروس سي، جهود صحية مضنية اتعملت من قبل يعني وزارة الصحة المصرية. بنشكر كل القائمين على العمل في وزارة الصحة المصرية، لأنه الحقيقة الجهود اللي اتعملت خلال السنين اللي فاتت علشان النهاردة نتكلم عن مبادرات بالحجم ده اتعملت لخدمة المصريين، وأنه ناخد بالنا من الوضع الصحي لكل حد، من أول الأطفال الرضع على حد أهالينا من كبار السن، شيء كان غاية في الأهمية والناس فعلا كانت محتاجاه. وزارة الصحة والسكان النهاردة أعلنوا أن هم أجروا مسح سمعي ل 3,946,000 طفل، وده كان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة. المبادرة دي انطلقت في سبتمبر 2019، يعني احنا بنتكلم تقريبا على 4 سنين على نتاج هذه المبادرة. معانا دلوقتي على التليفون دكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. يمكن احنا بنتكلم العدد 3,946,000 طفل تم الكشف عليهم خلال ال4 سنين اللي فاتوا دول، عايز اعرف من حضرتك نتاج هذا الكشف. لو طفل لا قدر الله كان عنده مشكله، الموضوع حال بيجرى ليه العمليات المطلوبه، لو تطلع الساده المشاهدين على نتاج المبادره دي خلال ال4 سنين اللي فاتوا. مساء الخير يا فندم. دلوقتي احنا حضرتك عارفه ان المبادره دي هي مبادره مش حاجه وقتيه، هي بتتم على طول باستمرار معانا. هي موجودة في 3,500 وحدة صحية أو مركز صحي موجود على مستوى مصر بحالها. المبادرة دي موجودة من الطفل في الأول 28 يوم من الولادة بتاعته، بيتوجه الأب والأم بالطفل عشان يعملوا تحليل الغدة الدرقية. مع التحليل ده بنبتدي نعمل له المسح السمعي اللي احنا بنعمله. المسح السمعي ده بيتم في أول أسبوع من ولادة الطفل. لو في اي مشكله فيه بنعيده في نفس المركز الاسبوع اللي بعديه على طول. لو في اي مشكله لا قدر الله بيتحول ل 30 مستشفى مجهزه على مستوى الجمهوريه كلها، سواء مستشفى الاحاله. المستشفيات دي بتبقى فيها اجهزه احدث، فيها اجهزه متطوره اكتر، بحيث ان احنا نعرف بالظبط هل في مشكله في السمع وعلى اي مستوى نقدر نعالج الطفل ده. المبادره دي فائدتها الجامده ان احنا في اول شهر من الولاده ما نقدرش نقيم سمع الطفل كاب وام او عيله موجوده، فاحنا بنقدر عن طريق هذه المبادره ان احنا نكتشف في اول شهر اذا كان الطفل اللي عندي فيه مشكله في السمع او لا، وممكن تكون مشكله بسيطه محتاجه شويه علاج دوائي. لو في مشكله اعمق. وهنا يا دكتور استاذنك نقف عند حته الكشف المبكر، لانه ده اعتقد 3/4 الحل هو الكشف المبكر لاي مشكله في السمع. بالظبط. وخصوصا ان ده هنحاول نحد كده من الاعاقه السمعيه اللي هي تمثل رابع اعاقه من حيث الانتشار على مستوى العالم. فطبعا دي حاجه ممتازه، لان احنا بنحافظ على صحه اطفالنا كلهم في البدايه من عن طريق المبادرات اللي بتتعمل عن طريق وزاره الصحه. طيب دكتور، المستشفى دي المبادره دي كمان فادت ان احنا ان احنا ما بنعملش بس، احنا كل المستهدف عندنا الاطفال مواليد كلهم، اطفال مصر مواليد اللي هي 2,600,000 طفل بيتولدوا تقريبا في واحد في السنه، فدولة المستهدفين عندنا في المبادره. المبادره مهمتها كمان الاساسيه ان هي مش بس التشخيص بس، لا ده العلاج كمان. لو كان في علاج دوائي بنديله علاج، لو في علاج معينه سمعيه بنديله، لو في عنده مشكله في العصب السمعي، لو كمل سنه وما فيش اي تحسن بنعمل له زراعه القوقعه. وكل الاجراءات دي بتتم بالمجان، سواء كان علاج دوائي او علاج جراحي، حتى زراعه القوقعه بتتم بالمجان.
مع الكشف السمعي نفسه في ده بيبقى بيتم في أجرينا كم عملية جراحة زراعة قوقعة يا دكتور خلال ال4 سنين اللي فاتوا مع هذه المبادرة؟ حضرتك بالنسبة احنا كان قبل المبادرة دي كان أغلبية الأطفال اللي بنعمل لهم عمليات زراعة قوقعة بيعدوا سن ال4 سنين ل5 سنين. من أول ما ابتدينا نعمل المبادرة ابتدينا نجد ثمارها في الفترات اللي فاتت دي، السنتين خصوصا اللي فاتوا، بان احنا عندنا بقت النسبه الاكثر اللي بتعمل او يعني بدا يبقى عندنا سن سنه ل3 سنين دولت بيبقى نسبه 35 ل40% من الاطفال اللي احنا بنعملهم، ودي طبعا حاجه كويسه لان احنا بنقدر في السن ده نعمله زراعه القوقعه فبيتابع حياته العاديه ويقدر يخش مدارس الحكوميه العاديه. صحيح. احنا نشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور احمد مصطفى عميد معهد السمع والكلام، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.